خلينا ناخد نقطه نقطه وسريعا جدا، عايز تريك تراك عشان الحق اغطي معاك كل الموضوعات. واحد، الاهلي مسافر بدري عن الريال ورحلته كانت شاقه ومرهقه، يعني القاهره مغرب وصولا لتطوان في البدايه، ثم رحله من تطوان لطنجه، ثم رحله من طنجه للرباط، ده كل ده في بنتكلم في معدل 4 أو 5 أيام. صحيح. خاض خلالهم مواجهتين صعبين، يعني فيهم مجهود بدني ظهر علينا بشكل كبير. اوكلاند يمكن يكون فنيا في فوارق بينه وبين الاهلي، لكن بدنيا فريق صعب. انا كنت حاسس انه قد ايه اللعيبه بتبذل مجهود كبير. نفس الحكايه سياتل ساوندرز اللي ارهقنا الحقيقه واستنزفنا بشكل كبير في الشوط الاول، ويمكن تراجع في الشوط الثاني وادانا فرصه للسيطره. الحاله دي واحده من الحاجات اللي انا اعمل لها حساب، او اللي انا احط لها ازاي اتعامل معاها. الارهاق البدني بالظبط نتيجه السفر وانتقالات وفنادق وماتشات، يعني بتفرق كتير. ولكن انا شايف انه تعامل الجهاز الفني مع المباريتين تحديدا والروتيشن اللي حصل واراحه بعض اللاعبين في دقائق، حتى لو 20 30 دقيقه او بياخد شوط وشوط تاني بيريح، التعامل ده ممكن يدينا ارتياحيه كبيره جدا في مباراه ريال مدريد ان شاء الله. ما تخافش منه، يعني مش قلقان منه، لانه الدوافع احيانا بتخليك بتديك باور او قوه بدنيه كبيره جدا جدا، يعني الدوافع الداخليه بتعوض ده بشكل كبير. واعتقد ان شاء الله ان لعيبتنا هيكونوا جاهزين باذن الله لمباراه ريال مدريد. الغيابات شايفها ازاي؟ وانا الغيابات دي كنت بتكلم امبارح مع كابتن رمضان، واحد ليها 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 وجهه نظر ايجابيه تقول لك انه اكيد طبعا الغيابات دي هتاثر سلبا على ريال مدريد. غيابات ريال مدريد الحمد لله احنا ان شاء الله ما عندناش غيابات، يعني لغايه اللحظه دي 5 أو 6 لاعبين اعتقد مهمين جدا. بتتكلم على بنزيما، بتتكلم على كورتوا، بتتكلم على لوكاس فاسكيز، بتتكلم على ايدر ميليتاو، بتتكلم على مندي، واعتقد في لعيب سادس ميليتاو اعتقد هازارد كمان، بس هازارد مش يعني هو كده كده بعيد يعني. ولكن بتكلم على 4 أو 5 لاعبين بيلعبوا بشكل اساسي وكفايه كورتوا وبنزيما طبعا، يعني. ومؤثرين بشكل كبير، يعني الفرق الكبيره بتاكيد هيكون لهم تاثير يعني، ولكن الفرق الكبيره يمكن اعتقد ان عندهم بعض الاسماء المهمه اللي يقدروا يعوضوا بعض الغيابات دي اللي كانت موجوده. ولكن طبعا الغيابات مؤثره جدا في مباراه النادي الاهلي. الناس بتتكلم في الناس سعيده جدا جدا احمد، بغض النظر عن نتيجه المباراه، ولكن انت هتلاعب ريال مدريد في مباراه ما بين اهلي وريال مدريد في كاس عالم، سيمي فاينال كاس عالم انديه. الناس مش متخيله قد ايه انه ممكن النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله مع الاداء. التفاؤل اللي موجود في الشارع الرياضي المصري النهارده، وانا يمكن اول ما دخلت عليك قلت لك انا متفائل بغض النظر عن نتيجه المباراه، انا متفائل جدا جدا بنتيجه المباراه ان شاء الله. طبعا الغيابات دي هتاثر على ريال مدريد بشكل كبير. عارف الظروف، معلش الظروف اللي بتفكرني باوضاع مشابهه كده، ماتش مونتري في افتتاحيه مشوار كاس العالم السنه اللي فاتت، يعني تقريبا 5 أو 6 لاعبين اساسيين تقريبا، ويمكن اكتر كمان. وكان الشعور عند جمهور النادي الاهلي نفس الحاله، اللي هو روحوا اعملوا اللي عليكم واحنا مش يعني احنا مش مستنيين، فاهم قصدي؟ الضغوط اللي موجوده دي وده خلى لعيبه الاهلي تعمل جيم في ظروف صعبه جدا، جيم ولا اروع ولا بالاضافه للنقص العددي في ريال مدريد، ظروف ريال مدريد الفتره الاخيره مش احسن حاجه. يعني خساره السوبر امام برشلونه، سوبر اسباني في الدوري، يمكن في اخر 9 مباريات خساره 3 مباريات اخرهم مباراه امبارح. فيعني الظروف كمان مش مهيئه قوي نفسيا، ولكن اعتقد ان ده هيحط عليهم عامل نفسي اكبر، لانك محتاج كمان انك خسرت السوبر، بطوله الدوري بعدت عنك كمان جدا جدا 8 نقاط ما بينه وبين برشلونه. أيوه. فانت محتاج دايما الانديه الكبيره دي بتبص للبطولات، عدد البطولات اللي حققتها خلال الموسم. عنده كمان يعني من حسن حظنا انه بعد كاس العالم عنده ماتش تقيل مع ليفربول في تشامبيونز ليج. صحيح. هيبقى واخد جزء من تفكيره اكيد وهو بيشارك في البطوله، وهيبقى في ظل الاصابات دي متخوف بشكل كبير جدا على بقيه النجوم. اكيد دوري ابطال اوروبا اكيد بالنسبه اهم طبعًا من طبعًا. كاس العالم. انا كنت بقول في اول حلقه انه بطوله كاس العالم للانديه هي تاني اصعب واقوى بطوله بعد تشامبيونز ليج على مستوى العالم، يعني اوائل الفرق في كل قارات، وبالتالي افضل الفرق يعني. لا بتتكلم طبعا عندهم ضغوط كبيره جدا، والضغوط عليهم اكتر من النادي الاهلي، ولاعبتنا اعتقد في ارتياحيه اكتر، الظروف غير مهيئه عندهم، ظروف الاصابات وظروف الضغوط النفسيه اللي موجوده في اخر مباريات في الدوري او في السوبر او ظروف الغيابات. لا في ضغوط كتيره جدا جدا على ريال مدريد، ولكن لا ننكر ابدا ابدا لريال مدريد من افضل فرق العالم. يمتلكوا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين اللي الحقيقه
هم افضل لاعبين في، انا شايف فينيسيوس مثلا من افضل اللاعبين في العالم في الفتره دي. هجي لك لعيبتهم ومصادر الخطوره فيهم. لا عندهم مجموعه كبيره جدا من اللاعبين مميزه في كل الخطوط، وبالتالي انت لازم تعمل حسابك انه المباراه دي لعبتنا بقى، اتكلم على دور لعبتنا. المباراه دي مش بس للمتعه واخراج موهبتك بس، لا لازم يكون في اولا الشكل الجماعي والتنظيم الدفاعي والهجومي، البالانس اللي بيعمله مستر كولر الفتره الاخيره، التوازن ده مهم جدا جدا جدا، ولازم دوافعك في البدايه هي اني العب على الفوز. انا يعني مباراه من ضمن مباريات البطوله، وده مش انا دخلت مش معاك في ال 90 دقيقه شفت ان انا قاعد قدام الشاشه مش عيب ابدا. يعني لا بالعكس، كره القدم فيها كتير، كره القدم فيها يعني مفاجآت. اسم الريال يستدعي انك تغير من طريقه لعبك او من خطتك في مواجهته؟ احنا الفتره الاخيره بنلعب 4-3-3، واعتقد دي انسب طريقه في العالم دلوقتي مش بس في مصر، واعتقد ان هي اكتر طريقه بتدي لك توازن ما بين الناحيه الدفاعيه والهجوميه. عندنا ثلاثه النهارده في وسط الملعب انا شايفهم من افضل اللاعبين في افريقيا مش في مصر بس. ما تفكرش مثلا في ماتش زي ده تلعب 3-4-3 يعني مثلا؟ انا بقول مثلا يعني خلي بالك الطريقه بتفرض نفسها لانك خلاص اتعودت وعلى لعيبتك اتعودت عليها، ولما تبقى الطريقه دي بتخدم ظروفك في المباراه او طريقه اداء كمان ريال مدريد، لان انت هم عندهم الاطراف قويه جدا، فينيسيوس واسينسيو من الناحيه اليمين، وعندك وحتى رودريجو وفالفيردي الاثنين عندهم سرعات كمان سرعاته وفالفيردي كمان تصويبات يعني الكره الثانيه كمان مهمه جدا 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 في مباراه ريال مدريد، انك لازم تلعب على الكره الثانيه مش الكره الاولى بس، ما تفقدش الكره، ما بيبقاش في ميس باس، ما بيبقاش في الكره الثانيه لازم تلعب عليها علشان التصويبات اللي بتبقى موجوده خارج منطقه الجزاء. لا في خطوره، في مصادر خطوره كتيره جدا جدا في ريال مدريد. محتاج تركيز ال 90 دقيقه، محتاج انك تلعب من الكل من اجل النادي الاهلي في المباراه دي، محتاج تثبت ان فرقتنا من افضل الفرق في العالم مش بس كلام. الطريقه والتوازن ما بين الدفاع والهجوم في المباراه دي هيفرق كتير جدا جدا، وتعامل مستر كولر مع المباراه اكيد. البدايات هتكون مهمه، والتشكيل مهم جدا جدا زي ما اتكلمت احمد، انه هتلعب ازاي وبمين، مين اللي هيقدر يخدم طريقتك.